اه هي واضح رجع 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 رجع. رجع ممتاز رجع. طيب الآن بداية، يعني هو حقيقة موضوع المحاضرة عن الـ On-Field Knee Injury Differential Diagnosis and Management، يعني أنا ارتأيت إنه يعني أبعد كثير عن النظري والثيوري، وإن نروح أكثر تكون يعني Practical أكثر إن شاء الله. وبنفس الوقت يعني I don't like lecturing، أنا بحب تكون المحاضرة دائما interactive. ولهذا يعني اخونا ابو اسامه حكى ملاحظه انه اللي بيناموا، انا سجلت اسماء الحضور والان حقيقه خلال المحاضره راح اختار اسم من اللي عندي، حطيت الصبايا على جهه والشباب على جهه، نختار اسم ونساله، فمشان هيك تكونوا متيقظين ويعني متابعين معنا اول باول ان شاء الله. تمام؟ تمام يلا تفضل دكتور. الان بسم الله ما بعرف اوكي. الان قبل ما نبدا يعني هذا تعريف بسيط عني بجوز قدمني ابو اسامه مشكورا، وانا بحب اشكر تيمي فريقي حقيقه اللي معي في المركز دكتور عبد المهدي، رمضان السعدي، رغد اخصائيه العلاج الطبيعي، وهنا السكرتاريه، لانه هم كمان لهم دور كبير حقيقه في اللي احنا بنقدمه لمرضانا. الان قبل ما ابدا يعني حاب اخذ رايكم، هاي الصوره، هذا مريض من فلسطين راح يجينا يوم الاربعاء. دكتور اسعد حط البرزنتيشن على الشاشة. موجود؟ لا طالع لنا سكجولينج ميد ايزي مع زوم. لا بس بدك تحط البرزنتيشن لفوق، انت حاطط بس السكجول ميد ايزي على عامل شير. ايوه انت عامل شير لصفحة النت تاعتك. لا هيك طلع البرزنتيشن بالضبط. تمام؟ هيك ممتاز. تمام. الآن قبل ما نبدأ، شو بتتوقعوا تشخيص هاي الحالة؟ هذا إصابة بالرباط الصليبي دكتور، من الخلف. نعم. جاي الضربة. نعم. الآن إذا بتلاحظوا يعني حقيقة مهم، إحنا بس من لما بنعرف الميكانيزم أوف إنجري إحنا ممكن نتوقع إيش الإصابات اللي بتكون. يعني هون لما إحنا بنحكي في عنده هذا فارس، معناته في تنشن على اللاترال كولاترال ليجمنت، هايبر اكستنشن معناته في عندنا انجري للبي سي ال، سيفير هايبر اكستنشن مع فيروس كمان ممكن يعمل انجري للاي سي ال. فاذا هون انا بتوقع انه يكون عندهم اي سي ال، بي سي ال، لاترال كولاترال، بوستيرو لاترال كورنر. الان السؤال، هل بتتوقعوا انه يكون عنده اصابه للام سي ال؟ ام سي ال اوكي ما بتوقع، لانه لانه كل الضغط جاي عليه، لانه هنا كومبريشن سايد صار مش تنشن، لكن في السيفير هايبر اكستنشن ممكن يصير انجري للبوستيرر، بنسميها اوبليك ليجامنت اللي هي البوستيرر بارت من الميديال كبسول. الان بالاضافه طبعا اكيد انه ممكن يصير كبسولر انجري، صحيح، وكمان بايسبس فيمورس تندون، يعني في هاي الاصابه ممكن يكون صار افولجنج للبايسبس. مشان هيك ما لازم احنا نفكر فقط في اي سي ال، بي سي ال، ام سي ال، لازم نفكر في الكومبايند انجريز. الان السؤال، واي انيشال دايجنوستس از امبورتنت، ليش بالنسبه لنا التشخيص المبكر للاصابه والتشخيص الصحيح مهم بالفيلد؟ لانه احنا لازم ناخذ قرار، هل اللاعب لازم نحوله دايركت، نحوله للمستشفى، هل نعمل له initial management وبنسحبه من اللعبة ممنوع يرجع يلعب وبعدين في يوم لاحق نبعته for orthopedic consultation، ولا هل إحنا رح نعمل له management وبعدين نرجعه يلعب؟ فهذا السؤال مهم، وحقيقة دائما أصعب قرار هو أنك ترجع اللاعب للملعب، ما بعرف إذا بتوافقوني في هذا الرأي. أكيد. أوكي. الآن قبل ما نروح على الإصابات خلينا نعرف شوي على الأناتومي of the knee. الان بالنسبه للبوني اناتومي احنا بنعرف انه في عندنا الفيمر، التيبيا، الباتيلا، وفي عندنا الفيبيولا. المين جوينت تيبيو فيمورال جوينت، السكند هو الكومبارتمنت، طبعا في عندنا ميديال اند لاترال كومبارتمنت، لما تسمع كومبارتمنت هو الميديال سايد اللاترال سايد، وفي عندنا الباتيلو فيمورال كومبارتمنت، الباتيلو فيمورال جوينت. الفيبيولا از نوت شيرنج ان ذا ارتكيوليشن اوف ذا ني، هي عندها articulation مع التيبيا، it's a syndesmosis like، ولهذا الفيبيولا لها حركة rotation، يعني هي ما ثابتة فقط في مكانها، في لها حركة.
مشان هيك في لها مفصل فوق اللي هو البروكسيمال وعندها مفصل تحت الديستال تيبيو فيبولار سندسموسس. الان البوني اناتومي ضروري نعرفه ونعرف تفاصيله لانه بالنسبه لنا كجراحين بهمنا في العمليات، بالنسبه لكم لازم هو ممكن يعطيك نولج على البايوميكانكس تبع النيل لما بتعرف شكل العظم كيف الكيرف تبع الميديال فيمورال كوندايل، الكيرف بيكون لونجر اكثر من اللاترال فيمورال كوندايل، التيبيا على الميديال سايد الارتيكولار سيرفيس لونجر وهذا بياثر على الروتيشن تبع التيبيا بالفليكشن. فهذا له عمق في المعرفه، في له يعني ابلكيشن في البراكتس تبعنا. وبالاضافه طبعا الفيبولار هيد في عليها صحيح نوت شيرنج في الارتيكوليشن بس عليها مهمه كبيره اللي هي اتس اتاتشمنت فور ذا بايسبس تندون and its attachment for the lateral collateral للأربطة. الكارتليج احنا نعرف انه في عندنا الارتيكولار كارتليج اللي بيغطي البون سيرفيسز، وفي عندنا الارتيكولار كارتليج اوف ذا باتيلا which is the thickest articular cartilage. ليش thickest؟ مين بيعرف؟ حمزة سامعيني؟ سامعين. اوكي وين حمزة؟ حمزة صار جاوبني حمزة. Why the patellar articular surface is the thickest in the body, thickest cartilage. دائما احنا لما نشوف عضلة كبيرة يعني عليها لود كبير، معناته cartilage لما يكون ثخين معناته عليه لود عالي. واضح؟ هذا مهم بالنسبة لك. الآن بالنسبة للمنسكس، المنسكس هو fibrocartilage له البادي البوستيرير هون والانتيرير هون. هذا لما تسمع posterior horn يعني البارت الخلفي anterior horn، لما تسمع anterior horn tear أو posterior horn tear أو in the body ف this is the meniscus. هو بيكون C shape على medial side أو بتكون U shape U like shape على lateral side الكيرف أكثر هون. الآن طبعا هو مهمته إنه بيعمل هو موجود بين ال two articular surfaces على medial واللateral compartment وبيعمل like shock absorber يعني هو بمتص الصدمة. الآن هو بيشتغل على اللود ديستريبيوشن، وإذا بتلاحظوا إنه الارتيكولار سيرفيس الكونتاكت قليل بالنسبة للمساحة، بالتالي البريشر على وحدة المساحة عالي، مشان هيك الغضروف المنسكس هو بيزود مساحة الاتصال بالتالي بيخفف الضغط على وحدة المساحة. إذا بمعنى آخر بيعمل لود ديستريبيوشن وبيخفف اللود على الارتيكولار كارتليج. هذا الدور الأساسي. هلا في له دور ثانوي، مثلاً البوستيرر هون للميديال منسكس هو يعتبر سكندري ستابيلايزر against anterior tibial translation. يعني الـ ACL هو المين ستابيلايزر، البوستيرر هون بسبب الكيرف تبعه الشكل تبعه لأنه هو بالكروس سكشن تريانجولر فهو بيعطيني ثباتية against anterior translation. مشان هيك في الـ ACL deficient knee مثلاً شو منلاحظ؟ إنه هدول المرضى بيكونوا عرضة أكثر بعد مرور أشهر أو سنوات إن يكون عندهم complex irreparable tear في الـ posterior horn للميديال meniscus. فهذا مهم. الآن الكونسيرن الآخر ودائماً هذا السؤال اللي بينطرح إنه هل نعمل خياطة ولا إزالة للغضروف؟ هذا بيعتمد على عدة عوامل، أهمها وين مكان التمزق في الغضروف. يعني إذا بتلاحظ المنسكس الاوتر زون فاسكولر في دم مشان هيك عنده قدره على الالتحام، بينما الانر زون الداخلي بعرفش السهم مبين عندكم تأشير؟ مبين دكتور الانر زون ما في دم. الانترميديت بتوين بوث زون في مايلد فاسكولاريتي. اذا اخذنا كروس سكشن تلاحظ هنا انه rich of blood supply البيرفرال زون هنا moderate هنا ما في، ولهذا اذا في تمزق هون شو بتتوقعوا نعمل له؟ اكيد resection صحيح لانه ما في دم ما راح يلحم. اذا في تمزق هون mostly will do repair. اذا في تمزق هون ممكن repair ممكن resection حسب التايب اوف tear عمر المريض الكوموربيديتيز الفانكشنال اكتيفيتيز عوامل كثير. هاي بالنسبة فيما يتعلق بالمنسكس. ضل مسألة إنه الميديال منسكس is more attached to the capsule and MCL مشان هيك هو less mobile، بينما اللاترال منسكس more mobile ولهذا ال injury is more common in the medial منسكس. يجي على الليجمنتس،
احنا بنعرف الاربعه واكيد انتم بتعرفوا الاربعه ليجمنت الاساسيه في الركبه اللي هي الميديال واللاترال كولاترال ليجمنت. هون الميديال وهون اللاترال كولاترال ليجمنت. الان الانتيرير اي سي ال والبوستيرير كروشيت ليجمنت. يعني الان كل واحد له وظيفه. الام سي ال شو بتتوقع هو كيف يشتغل اجينست وات؟ يعني بعطي ستابيليتي اجينست فولجس ستريس. صحيح صحيح دكتور. نعم صحيح. أوكي. الان ال سي ال بعطي ستابيليتي اجينست فيروس ستريس. ال سي ال بيعطي ستابيليتي اجينست انتيرير ترانسليشن. ال بي سي ال اجينست بوستيرير ترانسليشن. لكن كل رباط له كمان وظائف اخرى. يعني مثلا لما نيجي نحكي على الاي سي ال، صحيح هو اجينست انتيرير لكن كمان اجينست انتيرولاترال روتيشن. مشان هيك يعني واحده من اهم الميكانيزم اوف انجري للاي سي ال بيفوتنج اللي هو روتيشنال وليس فقط انتيرير ترانسليشن. نفس الشيء لما نيجي نحكي عن الام سي ال هو اجينست فولجس لكن البوستيرير الانتيرير كابس انتيرير بارت اوف ذا سوبرفيشال ليجمنت هذا بيعطي against anterior translation of the tibia على الميديال سايد. يعني له كمان rotational stability. نفس الاشي بالنسبة لللاترال it is a lateral complex. لاحظوا هون يعني it's not only a simple lateral collateral. هذا مهم لأنه رح أحكي أنا لاحقا عن الليجمنت اللي ما كنت تسمعوا عنها والآن إحنا بنعملها reconstruction. بالنسبة للليجمنت هون في عنا lateral collateral وفي عنا anterior anterolateral ligament واللي الان الكونسيرن اكثر واكثر في يعني اجراء عملياتها في حالات خاصه انديكيشن. وفي عندنا البوستيرو لاترال كورنر اللي هو البوبليتيوس تندون والبوبليتيو فيبولار ليجمنت واذر يعني ليجمنتس ثيكنينج ان ذا بوستيرو لاترال كبسول. هذول وظيفتهم الكومبلكس ذس كومبلكس ليس فقط الفيروس ريزيستنس اجينست فيروس ستريس لكن كمان اجينست بوستيرو لاترال instability. يعني لو الركبة بدها تندفع من هون التيبيا للخلف هذول رح يعطوا resistance against this. نفس الاشي لو رحنا على الميديال سايد يعني ليس فقط هو ميديال collateral ligament في عنا البوستيرير oblique ligament هو thickening في الكبسول وكمان تعطينا stability against posterior medial stress. يعني لو بدنا ندفع التيبيا للخلف ميديالي البوستيرير oblique ligament رح يمنعنا. واضح. فهذا مهم حقيقه النوليدج انه اتس نوت اونلي سمبل ميديال ولاترال ليجمنت وهذا له الابلكيشن تبعه الابلايد اناتومي اللي احنا بناخده لما بنعمل العمليات او حتى لما بنعالج. الان نفس الشيء عندنا الميديال باتيلو فيمورال ليجمنت اللي هي الام بي اف ال اللي بتمتد من الباتيلا للميديال فيمر وهي بتمنع خلع الصابونه للخارج. هذا الحكي طبعا مهم نعرفه لانه these ligaments they are static stabilizers. يعني هم اللي بيثبتوا الركبه لكن في عندنا كمان الدايناميك ستابيلايزر هلا راح نحكي عنهم. هلا مع هدول الليجمنت طبعا هم مش موجودين لحالهم موجود كل الجوينت محاط في كبسول كبسول ثيك كبسولر تيشو وفي عندنا شيء بنسميه ريتيناكيلوم وبنفس الوقت في عندنا thickening of parts of these capsule اللي هو بشكله كمان ليجمنت زي الاركيويت ليجمنت والاوبليتال اوبليك بوبليتال ليجمنت وغيرها. الان لما نيجي على الماسكولار ستراكشر بنعرف احنا في عندنا البوبليتياس ماسل واللي البوبليتياس تندون هو جزء من البوستيرولاترال كورنر تبع الركبه وبالاضافه عندنا انتيريرلي طبعا معروف في الكوادريسبس الكل اكيد بيعرفها اللي هو الفور بارتس اللي هو الريكتوس الفاسوس انترميدياليس اللاتراليس والفاسوس ميدياليس اوبليكس اللي هي هون. على البوستيرور كومبارتمنت في عندنا الهامسترينج في عندنا على الميديال سايد نعرفهم احنا اكيد الجراسيلس والسيميتندينوسس والسيميمبرونوسس وبنفس الوقت عندنا اللي هو انتيريرلي سارتوريوس في هاي المنطقه بتيجي. الان شو اهميه ان احنا نعرف الماسكولار اناتومي؟ اكيد هم اللاعبين عرضه انه يصير عندهم تمزق عضلي لكن العضلات حوالين الركبة مهمة لوظيفة إيش؟ لوظيفة الركبة. وبنفس الوقت إحنا بنعرف إنه أي static stabilizer أو ligament بدها إيش؟ بدها مصل تحميها بدها muscular structure. مشان هيك لما إحنا بنعرف الأناتومي هذا كويس نعرف إنه هذه الهامسترينج لها function medially عشان to protect the MCL
وبنعرف انه لها فانكشن لاترالي مع الاليوتيبيال مسل التنسر فاشيلاتا والاليوتيبيال باند عشان تعمل بروتكشن لللاترال كولاترال ليجمنت. هذا بهمنا في موضوع التاهيل لما انا عندي تاهيل لما بدي ااهل المريض. نفس الشيء لما نحكي الكوادريسبس، الكوادريسبس تعمل انتيرير ترانسليشن للتيبيا. الان لما احنا عندنا مثلا اي سي ال ليجمنت ريكونستراكشن او بارشل اي سي ال تير، بصير لما بنيجي نبدا بالتاهيل نبلش في open chain quadriceps exercise؟ لا. ليه؟ ليش يا رهف؟ مين بيقدر يجاوبني؟ ممكن دكتور لأنها بتساعد إنه الانتيريور شيفت على التيبيا لقدام تزيده. فممكن. أيوة أيوة أحسنت. لا. لأنه رح نعمل لود على البارشالي تور ليجمنت أو رح نعمل لود على الريكونستركتد ليجمنت. يعني أنا حطيت ليجمنت وثبتته فما بصير أجي أعمل له لود قبل ما يلحم. لما بنعرف هذا الأناتومي وهاي الفانكشنز أوف ذا مسل، هذا بيخلينا نعرف أكثر عن مواضيع البروتوكولات التأهيل، ليش أعمل هيك وليش ما أعمل هيك. إذا هذا المسكولر ستراكشر، وحكينا على اللاترال سايد في عنا البايسبس فيموريس، وفي عنا الاليوتيبيال باند اكستنشن اوف ذا تنسر فاشيلاتا مسل، وفي عنا اللي هو الجاستروكنيميوس هيد ميديال ولاترال سايد. ف ذيس ار ذا مسكولر ستراكشر، ذي ار سسبتبل فور انجري اند ات ذا سيم تايم ذي هاف امبورتنت دايناميك ستابيليتي فانكشن فور ذا ني. اوكي، ناو ذا باتيلوفيمورال جوينت، احنا بنعرف انه الباتيلا هي the largest sesamoid bone. تعرفوا السيساموييد بون، شو وظيفة السيساموييد بون؟ طبعا الباتيلا لها articulation مع التروكيلر جروف للفيمر. الان السيساموييد بون هو داخل التندون عشان يزود الليفر ارم للتندون للفورس. الان الباتيلا تشتغل انها تعمل توصل التنسايل فورس تبعت الكوادريسبس للباتيلر تندون، تنقل هاي الحركه، وبنفس الوقت هي بتبعد ال 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 الارم، بتزود الارم تبع القوه السحب للكوادريسبس، يعني زي نظام الرافعات. فالان تخيل انه الكوادريسبس بمر من هون، الليفر ارم تبعه قصير ولهذا الفانكشن اقل، الفورس اقل. عشان هيك المرضى اللي بنعملهم باتيلوكتومي، وذيس از يعني اوت اوف ديت، زمان كانوا يعملوا عمليات اللي بيشيلوا الصابونه، كانت تصير loss of strength مباشرة بتقل أكثر من 30% للكوادريسبس. الآن إذا بتلاحظوا إنه الفورس الفيكتر للفورس الدايركشن لما إحنا بنعمل بول للكوادريسبس in this way، وهذا مؤشر لإيش؟ إنه عندنا joint reactive forces رح يكون عالي، وهذا الجوينت reactive forces قوة التفاعل المفصلية أو بالعمية load الإجهاد على الصابونة إله علاقة حقيقة مع قديش بعيد مركز الوزن عن مركز الدوران. يعني الآن نأخذ سلايد تاني، إذا كان السنتر أوف ذا جرافيتي بمر من هون، معناته الوزن ضرب ذراع القوة يساوي ذراع القوة هون ضرب اللود على الصابون، راح يكون القوة الكوادريسبس. مشان كلما زاد ذراع القوة للوزن، يعني كلما ثنينا الركبة أكثر وبعدنا السنتر أوف جرافيتي، معناته كلما كان اللود على الصابونة إيش؟ عالي. مشان هيك هذا بيفسر مثلاً ليش لما إحنا بننزل الدرج الجوينت رياكتيف فورسز على الصابونة 4 times body weight، بينما في الأب جوينج ستيرز بيكون 3 times body weight. واضح الفكرة؟ لأنه السنتر أوف جرافيتي لما بنطلع بيكون أقرب أقرب منه لما ننزل. نفس الشيء لما بنعمل سكواتينج، شو بتتوقع يكون أقل ولا أكثر؟ إيمان، شو رأيك يا إيمان؟ رح يكون أكثر. أكثر ليش؟ لأنه بعدنا لأنه بعدنا السنتر أوف ماس عن السنتر أوف روتيشن. مشان هيك في البارشل سكوات لما ما بتعمل الديب سكوات ممكن يوصل من 3 ل 5 تايمز بودي ويت، بس لما بتعمل الفول ديب سكوات ممكن يوصل الجوينت رياكتيف فورسز على الصابون 7 تايمز يور بودي ويت. هذا مهم ليش نعرفه؟ لانه مثلا اذا بيجينا مريض اثليتيك وعنده باتيلو فيمورال بين سيندروم، ما معقول نخليه يستمر على السكواتينج اكسرسايز صحيح والجامبينج، فلازم نعمل نوقف هاي النشاطات فتره بين ما يعني يتعافى. مشان هيك هذا مهم حقيقة، نفسر أحياناً الأمراض وأحياناً أو الأعراض وأحياناً نفسر كيف نتعامل معها. واضحة هذه النقطة؟ يس دكتور. أوكي. ممكن الآن إذا سمحت تعيدها بشكل موجز سريع.
بشكل موجز انه الصابونه هي اثخن غضروف في الجسم، عليها لود عالي، هذا اللود له علاقه مع الوزن ونوع النشاط، كلما زاد الوزن راح يزيد اللود عليها ونوع النشاط. يعني لما بمشي انا على ارض مستويه الاجهاد على الصابونه نصف الوزن، بينما لما بطلع وبنزل درج الاجهاد على الصابونه بوصل من 3 إلى 5 أضعاف الوزن، وفي نزول الدرج اعلى لانه السنتر اوف جرافيتي ابعد عن السنتر اوف روتيشن اوف ذا جوينت، يعني ابعد على عن مركز الدوران تبع الركبه. مشان هيك كمان لما بنعمل ديب سكوات اخذنا السنتر اوف جرافيتي اواي فروم ذا سنتر اوف روتيشن، وهذا راح يعملنا اللود اعلى واعلى بحيث انه قد يصل في الديب سكوات 7 تايمز بودي ويت. از ات كلير؟ مشكور. مشان هيك اذا واحد عنده اوفر ويت وعنده باتيلو فيمورال بين، شو اهم نصيحه بننصحه اياها؟ خفف الوزن ما يطلع ينزل درج، وتجنب النشاطات المجهده، خفف الدرج، ما تعمل سكوات، ما تعمل لانجز الى اخره. فعرفتوا ليش هذا المعرفه للاناتومي والبايوميكانكس بياثر على البراكتس تبعنا؟ فذيس از بيسك نوليدج، احنا ما ندخل ديب في الثيوري بس هاي يعني خلينا نحكي اوفر فيو. نفس الشيء البايوميكانكس، احنا بنعرف انه الني فيها واتس كولد سكرو هوم ميكانيزم. شو السكرو هوم ميكانيزم؟ لاحظوا هون لما بنعمل فليكشن بصير انترنال روتيشن للتيبيا، لما بنعمل اكستنشن بصير اكسترنال روتيشن، بحيث على الاكسترنال روتيشن فول اكستنشن بصير اكسترنال روتيشن تقريبا من 5 إلى 10 درجات. شو اهميه هذا الشيء؟ يعني احنا بنعمل سكروينج لإشي، شو بنعمل؟ بنعمل له لوك، صحيح؟ صحيح، لما نعمل سكروينج كأنه بنعمل له لوك. شو أهمية هذا الشيء بالنسبة لنا للبراكتس تبعنا؟ الآن نعم، الآن في الاي ام جي ستاديز نعمله وجدوا انه انت اذا الركب عندك ممدودة على الآخر وعامل لوك، يعني عملت سكرو هوم ميكانيزم، انت مش بحاجة تستخدم عضلاتك، انت ستيبل بوقفتك، ما في داعي تعمل تنشن للكوادرسيبس وإلا بتوقع، لا ما في داعي لأنه مو شغال العضلات، الني عامل اتزان، عامل لوك مع السنتر اوف جرافيتي. بينما اذا انت عندك مثلا لوس اوف اكستنشن مثلا 3 تو 5 ديجريز الركبه ما عملت لوك ميكانيزم، فلما ما بتعمل لوك انت مضطر تضلك شاد عضلاتك الكوادرسيبس والا شو بيصير؟ جيفينج ويت، توقع، صحيح؟ مفهوم النقطه هذه؟ يس مفهوم. طيب الان مشان هيك هدول المرضى اللي بيكون عندهم loss of full extension هدول will never be satisfied. يعني انا مريض عملت له مثلا meniscus او عملت له ACL واذا ما عنده full extension he will never be satisfied لانه دائما عنده risk of giving way، خايف يوقع، بيستخدم عضلاته، بصير عنده فتيك في الكوادرسيبس. ولهذا في التاهيل تبعنا اهم شيء، شوفوا حتى اهم الفليكشن، أهم شيء إنه نحصل full extension دائماً. عشان هيك حتى إحنا في العمليات لما نوصل للعمليات بحكي لكم عن تريك إحنا بنعملها مثلاً في الACL لما بنعمل tensioning للجرافت. واضحة هاي النقطة؟ أبو زيد؟ دكتور أنا عندي سؤال. نعم. هلأ الأشخاص اللي بيكون عندهم hyperlaxity كيف بيكون؟ هاي خلينا نحكي عنها لاحقاً إن شاء الله. حطوها بالكوستشن بالاستفسارات. انا بس الاسئله بدي اذا بس الاسئله في الموضوع اللي انا بحكيه، اما الاسئله الخارج اللي بنحكيه خلينا نكتبها على ورقه لانه في هلا راح نوقف سكشنز، نوقف للكوستشن وديسكشن ان شاء الله. الان اذا احنا اذا لما بنعرف انه في روتيشنال موشن اوف ذا ني معناته الني مش سمبل جوينت، يعني مش اونلي سمبل موشن فليكشن واكستنشن، اذا في عندنا فليكشن اكستنشن، في عندنا فالجاس فارس، في عندنا انترنال اكسترنال روتيشن، وفي عندنا شيء بنسميه رول باك. شو رول باك؟ في واحد من اليابان اسمه كادويا، هذا كادويا عمل دراسات على الني، عمل MRI study. عندهم facilities في اليابان، عندهم مشاكل الركب زينا لأنهم بيقعدوا كيف إحنا نقعد قاعدة الصلاة، هم بيقعدوا هاي القاعدة عندهم، فعندهم مشاكل الركب كثير. فعمل MRI studies، عندهم هاي facility إنه يصور المريض MRI وهو قاعد هاي القاعدة، فلاحظ إنه شوفوا قديش الرول باك الفيمر هون الكونتاكت بيرجع لما بنعمل deep flexion. في الميديال سايد بيرجع حوالي احنا بنحكي عن 8 مل اب تو 8 ملم، في اللاترال سايد وجد انه بيبعد ممكن يوصل 20 ل 28 ملم يرجع. هاي بنسميها رول باك.
طبعا لا شك لها علاقه بشكل العظم، وبنفس الوقت عشان تمنع الامبنجمنت، يعني هاي عشان ما تخبط هون تلاقيها رجعت عشان تمنع الامبنجمنت، وهذا بعطينا الفول موشن اوف ذا ني. سو ذس از انستابل articulation construct، يعني بمعنى آخر لازم يكون عندنا مثبتات قوية وإلا بدها تصير instability. إيش هدول المثبتات؟ حكينا عن static stabilizer، حكينا عن دورهم collaterals ACL BCL posterolateral corner posterooblique ligament، هدول اللي حكينا عنهم قبل شوي. وبنفس الوقت عندنا إيش؟ dynamic stabilizer اللي هي إيش؟ the muscles. مشانك each ligament need a muscle to protect. شو يعني؟ يعني كل ligament ضلك اعمل له stretching شو بيصير؟ it will fail with time، صحيح؟ بينما اذا في muscle تحمي من ال overstretch معناته راح يحافظ على وظيفته، وهذا هو اللي حقيقة لازم نعرفه ونركز عليه في التأهيل. وهلا راح نعطيكم أمثلة حتى احنا في قراراتنا كجراحين لما يكون عندي مريض عنده ACL و MCL مثلا شو بعمل؟ من وين باخذ الجرافت في هاي الحالات؟ هلا رح لما نحكي ندخل في هذا الموضوع نشرح لكم عنه ان شاء الله. اوكي، ناو وي هاف باوزة قلت الالمان فور كويستشن اند ديسكشنز. طيب دكتور اسعد، راح نبلش بسؤال لنا اللي هو عن الهايبر اكستنشن تاع الركبه والاستابيليتي. زي ما ذكرت انت اللي هي السكرو اند ميكانيزم، لما يوصل لفول اكستنشن يشعر انهم very stable، بس الناس اللي في عندهم hyper extension ايش ممكن يخرب على الاستابيليتي؟ الهايبر اكستنشن will not affect the screw home mechanism، will not affect that، لانه احنا في اللاست هي مع الفليكشن بيصير internal rotation ومع الاكستنشن external rotation، ف this will not affect the screw home mechanism. الان في الهايبر اكستنشن مثلا تخيل انه هو ضروري جدا لبعض المرضى، مثلا عندهم مصل امبالانس، يعني مثلا هذول مرضى البوليومايلايتس، تلاحظ هذول اغلبهم عندهم هايبر اكستنشن، هو بحاول ينقل السنتر اوكرافت شوي للامام، عشان هيك هذول مع الوقت اذا بتلاقي عندهم انه صار مثلا ستريتشنج للبوستيرو كبسول، ستريتشنج للبوستيرو لاترال كورنر، حتى هذول في قرارنا للعلاج شو بنعمل احنا؟ احيانا بنعملهم اوستيوتوميز، بنغير العظم عشان ما نعمل، لانه بنعرف انه الليجمنت ريكونستراكشن ويل فيل لانه ما في دايناميك ستابيلايزرز. فالهايبر اكستنشن ويل نوت افكت ذا سكرو هوم ميكانيزم، لكن هو راح يعمل اوفر ستريس على البوستيرو كبسول، مشان هيك هذول المرضى مهم جدا انه يكون عندهم المسل سترينث از جود. يعني اي مريض عنده ليجامنتس لاكسيتي لازم يكون عنده دايناميك ستابلايزرز قويين، وهون التركيز عليكم. السؤال اللي لانه كمان بعثوا لي على الخاص، هل الهايبر اكستنشن بياثر على الكواليتي تاعت الجرافت بعد العمليه؟ هو قصدك بيعمل اوفر ستريس على الجرافت، هاي السؤال. هذا سؤال ممكن احنا نخليه في وقت الاسي، لكن خلينا احكي لك بالنسبه لي از ا سيرجن، لما بنعمل اسي ال جرافت انا بعمله في الهايبر اكستنشن اذا كان المريض عنده هايبر اكستنشن، وبعمله بالفول اكستنشن اذا ما كان عنده هايبر اكستنشن، لانه بالنسبه لي ومع الاسف كثير بيراجعونا مرضى عاملين عمليات عامل اسي ال which is perfect and good with stable knee، لكن المريض ما عنده فول اكستنشن، عملوا تنشننج للجرافت على 30 ديجري فليكشن، فإذا ما كان anatomic تماماً بس يعمل extension بصير tight and will block the extension، مشانك أنت علاج طبيعي بتعمل له 20 جلسة و 30 جلسة ما بمد، صحيح؟ بمر عليك هذا السيناريو. مشانك أنا as a surgeon أنا I do anatomic ACL reconstruction تشريحي، ومع ذلك بعمل tensioning على ال full extension، وإذا كان المريض عنده hyper extension بعمل tensioning للجرافت على ال hyper extension. لسبب one of the worst scenario للpatient إنه يكون عنده full extension في knee وhyper extension في other knee، فهو بحكي لك أنا راح السيمتري، أنا كنت قبل العملية دكتور مشيتي أحسن، واضح الفكرة؟ for that reason بعمله في hyper extension، بخفف التنشن على الجرافت في normal walking وبقلل الريسك of failure وبحافظ على الموشن تبعني. شكرا دكتور أسعد. في شباب في حد عنده أسئلة ثانية ولا نكمل؟ أعطيك العافية. الله يعافيك. دكتور بالنسبة للسيناريو اللي حكيت عنه اللي ما فيه فول اكستنشن لحد الجرافت معمول له غلط أو مش بالفول اكستنشن، هلأ يعني الحل النهائي نحكي جراحة تانية بعد هذا؟ يعني بجوز هذا موضوع آخر بناش إحنا نضيع الوقت عليه، بس أكيد